السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ليلة العاشر الى الحادي عشر من يونيو من العام 10 و2000، كان يونس العبدي وعماد بن هادي البالغين من العمر 15 و16 عاما في جملة 25 مهاجرا سريا، اعترض خفر السواحل الإسباني طريق القارب التقليدي الذي كان يقلهم. اقتيد الجميع إلى ميناء الجزيرة الخضراء. الخوف الذي اعتراهم زاد من إحساسهم بالبرد. في عرض المضيق كانت تهب ريح باردة. ظلوا في الميناء حتى الصبح، ثم تم نقلهم إلى مركز للاستقبال. فوجئ يونس وعماد بعدد النزلاء في ذلك المركز، أفارقة وجزائريون ومغاربة. كل هؤلاء لم يتمكنوا من التسلل إلى إسبانيا، كثيرون يرفضون الإفصاح عن جنسياتهم الحقيقية. مزقوا أوراق هوياتهم قبل ركوب البحر. في اليوم الثالث تم نقل القاصرين إلى مركز للأحداث. كان هناك 15 يافعا دون 18. علموا أنهم في انتظار الحسم في مصيرهم سيتعلمون الإسبانية وبعض المهارات البسيطة. ينحدر الطفلان من ضاحية مغوغة بطنجة. درسا معا حتى مستوى السنة الثالثة من التعليم الإعدادي ثم انقطعا. كانت فكرة الهجرة إلى أوروبا تهيمن على كل تفكيرهما. أمثالهما كثيرون. الهجرة في تصورهما تعني العودة بسيارة فاخرة وبمال يكفي لشراء كل ما يرغبان فيه. تلك كانت نظرتهما إلى الهجرة. ومن يجادلهما أو يحاول، وقد حاول والد يونس، يسكتانه بأن يسوق مثالا فلانا ابن الجار الفلاني. نقلهما إلى مركز التأهيل الخاص بالقاصرين جعلهما يصطدمان بواقع لم يضعاه في حسبانهما. قال عماد ذات صباح وهو يستيقظ متكاسلا إن ما هما فيه يذكره بأيام المدرسة. مر شهر وقد بدأ يتعلمان بعض العبارات الإسبانية، ما يتيح لهما التواصل مع المشرفين على ذلك المركز. صحيح أن الأكل جيد والفراش أيضا، ولكن الذي يرغبان فيه ومن أجله غامرا هو العمل والكسب. لا يمضي تصورهما إلى أبعد من ذلك. تعرف إلى يافع قال إنه أبحر من الجزائر وقبض عليه مع آخرين قبل 6 أشهر. هو الآخر كان ينتظر أن يحسم في مصيره. من حين إلى آخر كانت تصلهما أخبار تقول إنهم سيرحلون إلى بلدانهم الأصلية. يعتبر اليافعون الثلاثة أن ذلك لن يكون له سوى معنى وحيد، أن ما قاموا به انتهى إلى فشل ذريع وخيبة أمل كبرى. وكذلك تسربت إلى أذهانهم فكرة الهروب من ذلك المركز. قال عماد الذي يكبرهما بعام إن الهروب يقتضي التخطيط له جيدا. للمرة الأولى منذ تم القبض عليهم سيكشف وجهة يظنها آمنة. حكى لصاحبيه أن له ابن عم يسكن في برشلونة وأنه لن يمانع في إيوائهم لفترة. كان فيما يقوله ما يغري بالمغامرة، ولكنهم لا يعرفون أين توجد برشلونة. سأل يونس صديقه إن كان يعرف عنوان قريبه ذاك، ولما لم يجب بما فهم منه أنه لا يتوفر على أي عنوان أو رقم هاتفي حتى، أيقن اليافعان أن ما يقوله عماد فقاعة صابون. ومع ذلك فإن الثلاثة ظلوا يغذون في أعماقهم فكرة الهروب. في الباب حارس لا يبرح مكانه إلا حين يحضر الذي يعوضه، والقائمون على رعاية الأحداث نزلاء المركز يبدون يقظة شديدة. لاحظ يونس أن حصة الرياضة في 7:30 من كل صباح تصادف نهايتها دخول شاحنة التموين. فكر في التسلل إليها حتى إذا ما خرجت نزلوا وذابوا في الشارع المكتظ. انقضى شهران
تعلموا جملا وكلمات إسبانية. صار رضوان اليافع الذي قال إنه من الجزائر أقرب إليهما. أشركاه في مشروع الهروب الذي يشغل بالهما، إذ لمسوا لديه هو الآخر رغبة في الهروب. لم يبد لهم سبيل آخر لمغادرة المركز سوى التسلل إلى شاحنة التموين. الآن صاروا يراقبون دخولها وخروجها. قال يونس ذات مساء قبل أن تطفأ أنوار الغرف إنه شاهد ذات مرة فيلما رائعا حول هروب ثلاثة سجناء عبر التسلل إلى شاحنة نقل القمامة. أكد أنه يستطيع تنظيم عملية هروب مثلها. ضحك وأضاف: سنغير شاحنة القمامة بشاحنة التموين. كانت الشاحنة تدخل في حدود 8:30 وتظل بجوار مدخل البناية حتى حدود 9:30. كان السائق الذي سمعوهم ينادونه مانولو رجلا في 60، مظهره يوحي بذلك. قال يونس إن بطنه المنتفخ يشي بأنه من عشاق الجعة ولحم الخنزير. كان يبدو رجلا محبا للنكتة والمزاح، ولكنه حين يرتقي إلى مقصورة الشاحنة ترتسم على وجهه ملامح جدية لا يشك فيها أحد. عادة يسمعون مانولو يدير محرك الشاحنة إذانا بالمغادرة حين يكونون في الحمام يغتسلون بعد حصة الرياضة، وكذلك فكر الثلاثة في التسلل إلى الشاحنة حين يكون الآخرون يغتسلون وهم يرددون أغنيات بكلمات غير مفهومة تماما. صار يونس الآن زعيما، وحتى يقنع صاحبيه بأن لديه بعد نظر نصحهما بأن يدخر بعض الأطعمة مما يقدمه المركز فقد يحتاجون إليها حين يهربون. ثم اتخذوا قرارا بالفرار في صبح الجمعة 3 شتنبر. قال يونس لصاحبيه: إنهم نجحوا في الهروب فإنهم سيستطيعون الابتعاد دون أن يلاحقهم أحد، على الأقل يومي السبت والأحد. لم يناقشه عماد ولا رضوان. بعد 3 أيام سينتقلون إلى الفعل. صباح الجمعة مضوا إلى حصة الرياضة. لم يكن في سلوكهم ما يثير الانتباه. في حقائبهم الرياضية وضعوا ألبسة سيرتدونها بعد نهاية الحصة. ثم جاءت شاحنة التموين. رأوا مانولو ينزل ويفتح الباب الخلفي للشاحنة حتى يتولى مستخدمان بالمركز إنزال البضاعة التي يحملها. بعد أقل من ربع ساعة أطلق أستاذ الرياضة صافرة نهاية الحصة. جرى يافعون أفارقة وآخرون نحو الحمامات. كان الثلاثة يونس وعماد ورضوان يتبعونهم بخطى متثاقلة. سمعوا مانولو يضحك ورأوه يمرر كفه على بطنه المنتفخ. ظل يونس بباب الحمام يراقب الشاحنة، ولما بدا له أن مستخدمي المركز انتهيا من إنزال البضاعة استنفر صاحبيه. ثم حدث ما لم يتوقعوه. أقفل مانولو باب الشاحنة ودخل، ذهب إلى المطبخ. جرى يونس إلى الشاحنة، فتح الباب الخلفي فانفتح. كان رضوان وعماد يراقبانه. جرى عماد ودخل. كان يونس يراقب، ولما اطمأن أن لا أحد رآهما أشار إلى رضوان الذي انطلق كالسهم. كانت لا تزال هناك بضعة صناديق كانت فارغة. تكوم الثلاثة خلفها وهم يكتمون أنفاسهم. أحسوا بالوقت يمضي بطيئا، ظنوا أنهم هناك في مخبئهم ذاك منذ أمد بعيد. ثم جاءتهم ضحكة مجلجلة، هو مانولو قادم. ثم انفتح الباب وتسرب الضوء إلى حيث هم قابعون. ظنوا أن أمرهم افتضح. صاح مانولو مودعا: أديوس. أغلق الباب بقوة. سمعوا خطواته على الحصى. سمعوه وهو يفتح باب المقصورة ويصعد. كادوا يضحكون لما تجشأ محدثا صوتا غريبا. دار المحرك وتحركت الشاحنة. على بعد أمتار توقفت. يعلمون أنها بالباب. تخيلوا الحارس يدفع الباب الحديدي كانوا يرونه كل صباح حين تغادر الشاحنة. تبادل مانولو والحارس كلاما لم يفهموه. ثم انطلقت الشاحنة.
كانوا يبتسمون، هم موقنون الآن أنهم خارج المركز، لا يرون شيئا. قال يونس همسا إن عليهم أن ينزلوا عند أول توقف للشاحنة. مر ما يقرب من نصف ساعة، الشاحنة تسير بلا توقف، كانوا يحسون بها حين تغير الاتجاه، ثم فجأة توقفت. تقدم يونس إلى الباب، فتحه بحذر. بدا له أن الشاحنة توقفت عند إشارة ضوئية. كاد يدعو أصحابه للنزول لما رأى سيارة تقف مباشرة خلف الشاحنة. أغلق الباب وعاد إلى مكانه. انطلقت الشاحنة من جديد، ولكنها توقفت بعد مسافة قصيرة. نهض مرة أخرى وفتح الباب بحذر. عليهم أن ينزلوا بسرعة، الشاحنة تستعد للدخول إلى مرآب لعله مرآب الشركة التي تتولى تموين مركز التأهيل الخاص بالقاصرين من المهاجرين السريين. قفزوا تباعا واندفعوا في شارع وأقبلوا على دارة تتفرع عنها ثلاث طرق أخرى. أشار يونس على رفيقيه أن يواصلوا في الاتجاه الذي يسيرون فيه. كان لافتا للانتباه منظرهم وهم يحملون حقائب رياضية تتشابه. كانت المرة الأولى التي يرون فيها أزقة المدينة. مروا بمنازل أسقفها من قرميد، مشوا بلا توقف حتى وصلوا إلى حافة نهر به غطاء نباتي كثيف. قال يونس إنه يظن أن بإمكانهم أن يختبئوا هناك حتى يروا ما هم فاعلون. عبروا الطريق والتجأوا إلى شجرة كانت تبدو الأكبر. أخرجوا ما كانوا ادخروه من طعام خلال الأيام الثلاثة الماضية، لم يكن معهم ماء. ثم سرعان ما أفتى يونس بأنه بإمكانهم أن يشربوا من مياه النهر. من مكانهم رأوا سيارة للحرس المدني تمر ببطء، ظلوا يراقبونها صامتين. لما غابت عن أنظارهم أطرقوا يفكرون. عاد عماد للحديث عن برشلونة وعن ابن عمه الذي يسكن هناك. سخر منه يونس قائلا إنه لا يعرف من برشلونة سوى فريقها لكرة القدم البارسا. ضحك رضوان. كان المساء يقترب، وللمرة الأولى منذ أن قبض عليهم في عرض الجزيرة الخضراء سينامون بلا سقف. سريعا تدنت درجات الحرارة، خرجوا من مكانهم. قال يونس إن الحل أن يتبعوا الطريق السيار، لا يهم أين يفضي بهم. على بعد بضع عشرات من الأمتار جسر على النهر، عبروه مسرعين وكانوا يظنون أنه سيفضي بهم إلى منفذ إلى الطريق السيار. ولما لم يعثروا على المنفذ عادوا أدراجهم. فاجأتهم سيارة الحرس المدني، حاولوا الهروب ولكنها أدركتهم. نزل منها شرطيان، أمسك أحدهما بيونس وآخر بعماد، بينما وقف رضوان على بعد أمتار. التزموا الصمت، كان يونس يحرضهما على الصمت. تم إركابهم. في مركز الشرطة اكتشف إبلاغ عن هروبهم من المركز. لم يدم هروبهم سوى ساعات معدودات. خلال الأيام التي تلت كانوا رهن مراقبة شديدة. وبعد ثلاثة أسابيع تم إركاب عماد ويونس مع مجموعة من المهاجرين السريين في باخرة عبرت بهم إلى طنجة، حيث تسلمتهم المصالح الأمنية. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.